طلع هلا بشكل تفصيلي اكثر. جينا حكينا هون راح يكون عندي مجموعه من الفاريبلز. هلا عاده راح يكون عندي، لانه انا في عندي ديفرنشال ايكويشن، الان اوردر ديفرنشال ايكويشن، السكند اوردر ديفرنشال ايكويشن كانت توصف لي السيستم كله بسنجل انبوت وسنجل اوتبوت. هدفي بالستيت سبيس اني احول الانث اوردر ديفرنشال ايكويشن، انث اوردر ديفرنشال nth order differential equation الى n single او first order اذا بدل ما يكون عندي في الحاله الاولى كان عندي nth order differential equations في حاله الطريقه التقليديه، عم نحول هذول الـ nth order differential equations عم بحولهم لـ n، عددهم n، كل واحدة منهم first order differential equation. ماشي واضحة؟ هاي اللي احنا بدنا نحاول نعملهم من هون. وهلا لو جيت مثلا على second order differential equation رح نطلع مثلا على مثال عليها. ممكن يكون عندي فرضا هذول في علاقة بينهم، هذا هون integrator، او اذا بتحط بتحطه واحد على s integrator بالتايم دومين او بقابله واحد على اس هون. وخلينا نيجي نقول مثلا هذه عندي هون x1 of t اللي هي x1 of s هون، وراح افترض انه هذه هون x1 of t dot. اذا كاملت ايش x dot؟ مشتقة. اذا كاملت المشتقة شو بعمل؟ بلغي بتعطيني x1 of t. وراح اجي احط هون x2 of t، وهاي x2 dot of t. ف x2 dot of t لما بكاملها بتعطيني x2 of t. بس لاحظوا x2 of t بتساوي x1 dot of t، و x1 dot of t اذا كاملتها بتعطيني x1. فتخلصت انا من السكند اوردر. هاي لو اني خليتها بشكلها الاصلي شو كانت رح تكون؟ رح يكون هون عندي x1، هون رح يكون عندي x1 dot، وهون رح يكون عندي x1 double dot. فتخلصت من second order differential equation بتو first order differential equations. هاي first order differential equation، وهي كمان first order differential equation. فصار عندي والvariables state variables بالحالة هاي اللي بوصفوا لي السيستم هم x1 و x2. فبنيجي بنحط احنا هون هلا بنقول هاي x1 of t و x2 of t، وهي صارت بتمثل هون x للstate تبعت السيستم. اوكي ماشي، هدول هم التنين. هذا مثال عليهم. هلا رح ناخذ السيستم الاكبر.